96 ستة وتسعون. Conjunctions three. حروف العطف ثلاثة. حروف العطف ثلاثة. I get up as soon as the alarm rings. انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه. انهض من النوم مجرد ان يدق المنبه I become tired as soon as I have to study اصير متعبا بمجرد ان يكون علي ان ادرس اصير متعبا مجرد ان يكون علي ان ادرس I will stop working as soon as I am 60 ساتوقف عن العمل بمجرد ان اصير في الستين ساتوقف عن العمل مجرد ان اصير في الستين When will you call متى انت ستتصل متى انت ستتصل As soon as I have a moment بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت مجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت He'll call as soon as he has a little time سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت How long will you work? إلى متى, سوف تشتغل؟ إلى متى سوف تشتغل؟ I'll work as long as I can. سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. I'll work as long as I am healthy. سوف اعمل طالما انني بصحه جيده سوف اعمل طالما انني بصحه جيده He lies in bed instead of working انه يتمدد في السرير بدلا من ان يعمل انه يتمدد في السرير بدلا من ان يعمل She reads the newspaper instead of cooking. إنها تقرأ الجريدة بدلاً من أن تطبخ. إنها تقرأ الجريدة بدلاً من أن تطبخ. He is at the bar instead of going home. إنه يجلس في الحانة بدلاً من أن يذهب إلى البيت. انه يجلس في الحانه بدلا من ان يذهب الى البيت As far as I know, he lives here حسب ما اعلم فانه يسكن هنا حسب ما اعلم فانه يسكن هنا As far as I know, his wife is ill حسب ما اعلم فان زوجته مريضه حسب ما اعلم فان زوجته مريضه as far as i know he is unemployed حسب ما اعلم فانه عاطل عن العمل حسب ما اعلم فانه عاطل عن العمل i overslept Otherwise, I'd have been on time. لقد راحت علي نومه وإلا لكنت حسب الموعد. لقد راحت علي نومه وإلا لكنت حسب الموعد. I missed the bus. Otherwise, I'd have been on time. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد I didn't find the way otherwise I'd have been on time لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد